متتبعي قناة الفاسباريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج كازا سيتي. في هذه الحلقة غادي نعاودو نفتحو المشكل تاع الإعاقة. هذه 9 أشهر تقريبا على تولي الوزيرة عواطف حيار منصب تاع وزيرة التضامن والأسرة. واش كاين شي تغيير؟ واش كاين شي لمسة؟ واش حسوا المعاقين بأن هناك لمسة لهاد الوزيرة على مستوى هذا الملف تاع الإعاقة اللي تتخبط في مجموعة من المشاكل؟ من أجل مناقشة هذه القضية نستضيفو السي حسن الحلولي، مدير أو رئيس جمعية منبر المعاق بمدينة الدار البيضاء. السي حسن، مرحبا بك. مرحبا. هذه 9 أشهر تقريبا على يعني الحكومة الجديدة وعلى الوزيرة التضامن عواطف حيار، واش لمستوا شي تغيير في تعامل الوزارة مع ملف ذوي الاحتياجات الخاصة؟ هو أولا صعيب باش نديروا واحد التقييم على 9 أشهر ديال يعني تعيين ديال وزيرة جديدة بالنسبة للحكومة الجديدة وبالنسبة للوعود اللي وعدت بها الحكومة بخصوص دعم الأشخاص في وضعية إعاقة ودعم الجمعيات العاملة في ميدان الإعاقة، إلا أنه يتضح أن كاين واحد الإشكالية ديال أن الأمور ربما تمشي في اتجاه اللي كانت فيه قبل، أو يعني بالحكومات السابقة رغم المجهودات اللي كيديروها كيديرها المجتمع المدني العامل في ميدان الإعاقة بخصوص دعم الأطفال ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة لجميع الإعاقات، يعني وخاصة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة للجمعيات كيديروا واحد المجهود ومجهود كبير، وإلى درجة أن أغلب الجمعيات دابا سون دي كرياتور دومبلوا، يعني كيوظفوا الناس. على ذكر القضية تاع توظفوا الناس، البعض الجمعيات وربما حتى الجمعية ديالكم انتم تتشكي بأن مسألة أن تأخر صرف الأجور ديال الموظفين ديالها ولا المستخدمين ديالها، علاش يرجع هذا الأمر هذا؟ يعني الناس يخدموا عند الجمعية المفروض أنهم في آخر الشهر يتوصلوا بالمستحقات المالية ديالهم، تيوقع التأخر ديال الأجور. هذه أولا إشكالية، لأن في 2015 2016 تم المنادات عندنا من طرف وزارة الأسرة، آنذاك كانت السيدة بسيمة الحقاوي، وتم المنادات علينا أننا كمسؤولين في هذا القطاع ديال الأشخاص في وضعية إعاقة وبالصفة ديال الكاتب العام ديال التحالف الجهوي ومع كذلك مجموعة من الجمعيات والفعاليات من أجل المصادقة على الطريقة ديال دفتر التحملات، كيف انه كيفاش خصو يتقبل الطفل في وضعيه اعاقه. وكنا اشتكينا انذاك انه ما يمكنش غادي يجي كل سنه غادي مثلا الطفل في وضعيه اعاقه يجيب شهاده طبيه بانه يثبت انه في وضعيه اعاقه، ما يمكنش ان الرميد كتسالي كل سنتين يعاود يجيب عاوتاني واحد الوثيقه ديال الرميد او شهاده احتياج او يعني بالعاديه الوثائق اللي خصو يجمع واحد الطفل وبصفه شخصيه نتاعو، ورغم ان الجمعيه ما كتخليهش يجمع داكشي بوحديتو، يعني كتواكبو وكتعاونو وكتدعمو ماديا ومعنويا باش يقدر يجمع هذوك الوثائق. فتعطاتنا عهود باش انه غير سنه واحده غيتجمعوا هاد الوثائق، والسنوات المقبله غادي تكون بارتاسي ترو كوندكسيون، ستادير صافي داك الطفل في وضعيه اعاقه راه عرفناه في وضعيه اعاقه وغادي ما يبقاش يجمع الوثائق. للاسف ما وقعش هذا من الجانب الاداري. جانب صرف المبالغ، وقع واحد الاشكال كبير. صندوق التماسك الاجتماعي دار كارثه للجمعيات، راه كاين اللي سنه او سنتين ما تصرفش لهم الدعم ديال تمدرس الاطفال في وضعيه اعاقه، ومن بينهم الجمعيه ديال منبر المعاق. حنا وقفنا التعامل مع المؤسسه ديال التعاون الوطني في 2017، رغم اننا كنتسالوهم الى يومنا هذا كنتسالوهم 19 مليون وقدمنا خدمه للاطفال في وضعيه الاعاقه في ديك السنه ديال 2015 2016 2016 2017 ولا زال 2017 18 19 20 باقي الان كنقدموا خدمه للاطفال في وضعيه اعاقه ذهنيه، وهاد السنه نجحوا 3 في الشهاده. يعني كاين مجهود، ولكن هاد المجهود اللي كديروا الجمعيه وكيديروهم جمعيات اخرين ما كيتواكبش من طرف الاداره. لو كان المجهود اللي تديروا الجمعيات بالفعل الجمعيه ديالكم انتم، واش كاين شي مجهود على مستوى يعني جلب الاموال، البحث عن اموال، عن شراكات، باش ما تقولش طايحين في هذا الفخ تاع الوزاره عطاتنا لا ما عطاتناش، التعاون الوطني عطانا لا ما عطاناش. شنو المجهود اللي تتبذلوا انتم في هذا الاطار؟ لا خصك تعرف واحد القضيه، المغرب دابا المغرب، واتحمل المسؤوليه، الاموال كاينه في المغرب. المشكل كاين في الحكامه. هاد الاموال اللي كتصرف
عند من اجل دعم الجمعيات ولا النقابات ولا معرت واش كاينين دي زوبجيكتيف مثلا غنعطيو لهاد الجمعيه هاد الدعم، ولكن من دابا 3 سنين 4 سنين غنشوفوا ليفالياسيون التقييم ديال هاد الاموال. لو كنت انتوما واش تدقوا الابواب ولا تبقاو غير مربعين يديك؟ بطبيعه الحال غتدق الابواب، ولكن الاداره دابا الدوله راه شريك اساسي مع الجمعيات، راه شريك اساسي بغينا ولا كرهنا. راه الا شفنا تا مدرسة الاطفال في وضعيه اعاقه في المغرب، راه الجمعيات بالالاف ديال الاطفال في وضعيه اعاقه مثلا ذهنيه اللي كتحملوا غير الجمعيه، والدوله كتعطي الدعم باش تخلص الاجراء منهم المربيات، المربيين، الاخصائيين ديال تقويم النطق، ديال الطب النفسي. بمعنى 90% كديرها الجمعيه، ولكن هاد الدعم اللي كديروا الدوله يجيها في الوقت، يجي غير في الوقت باش يتخلصوا به الناس. حيت الجمعيه عندها الاكراه انه كدير التمدرس، وعندها الاكراه كتجيب الناس اللي خدموا عندها، ولكن هاد الناس راه خصهم يتخلصوا. مثلا غير عيد الكبير وما مخلصيش الناس راه كيعرفوا الجمعيه ما كيعرفوش الاداره، ما كيعرفوش هاد الحاتيه تقول، ولكن المشكله ديال الاداره كتعرف لك لا خصك دير هادي وخصك دير هادي وخصك دير هادي. بمعنى انا درت لك لا بريستاسيون كونسومي، انا سنه قدمت لك خدمه مثلا 2021 2022 انا قريت لك هذوك الاطفال اللي طلبتي مني 30 طفل في وضعيه اعاقه ذهنيه بشتاها بخريفها بربيعها بصيفه. وخاصكم تكونوا انتم تتفهموا هذه المساله هذه، انكم ماشي غير تدعموا الجمعيه تيوريكمون نظريا، ولكن تطبيقيا جيو واكبوا الجمعيه، وروا الجمعيه، تواصلوا مع الجمعيه، وهذا هو الهدف، ان تكون شراكه حقيقيه، ماشي شراكه غير تتعطي الجمعيه الفلوس وتنبعد وتتسالي الفلوس فين درتي الفلوس عاود عطي الفلوس. لا، العلاقه ما بين الدوله والجمعيه ماشي غير الفلوس، خاص الدوله تواكب بصفه حقيقيه وبواقعيه الجمعيات، وخصهم يتساندوا الجمعيات لانهم كيقدموا خدمه جليله للدوله. ولنفرض مثلا هذه السنه القادمه حتى شي جمعيه ما غادي تقري لك الاطفال في وضعيه اعاقه، وراه كل كاع الاطفال في وضعيه اعاقه كاع العمالات ديال المغرب غادي يمشوا لهم الوليدات، وغيمشوا لعند وزير التربيه الوطنيه، وغيمشوا عند التعاون الوطني. وفك هذا المشكل، شكون اللي خلقاته؟ خلقاته الاداره. حق الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة التمدرس، وأيضا التخييم، البعض تاع الجمعية تاع ذوي الاحتياجات الخاصة تيقولوا بأن خاص ضروري تعطانا كوطة على مستوى التخييم وتعطانا فضاءات باش نخيموا حتى حنا، لأن من حق الطفل أنه يترفع شوية. دابا كاين واحد المشكل، أنه على المستوى المركزي في المغرب كيتم كدار الدورية، مثلا وزير الشباب والرياضة دار دورية بأنه عند الاطفال في وضعيه اعاقه الحق في التخييم، رئيس الحكومه كيدير دوريه، ولكن ملي كتنزل على الجهات والاقاليم تيقدر مسؤول تيقول اننا على هذا الصداع هذا صافي الدوريه شده كلاسيها. هذا اشكال. والاشكال الثاني، لا شي جمعيه عرفت بان كاينه دوريه وجات عند المسؤول ويقول لا ودابا هذا العام كيف كاين هذا الاشكال اللي راه ما راه شوف يعني ما كاينش الايمان الحقيقي بالقضيه. الحل ديال هذه المشاكل هو ان المجتمع المدني العامل في ميدان الاعاقه خصو يكون معكم في اللجان، خصو يكون مع الدوله في اللجان. مثلا صندوق التماسك الاجتماعي كتبت فيه لجنه جهويه ولا اقليميه، ولكن هذه اللجنه اقليميه ولا جهويه راه من الموظفين، يقدر يدير لك خطا وغتحملوه الجمعيه، بمعنى يقول لك هذا الرميد راه سالات، هو بالنسبه لي راه سالات، ولكن الا كان عضو من الجمعيه غيشرح ليه بان راه ما كتساليش الرميد، راه الفقر ما كيساليش، راه الا الانسان فقير راه واقيلا غادي يبقى فقير. اذا كاين هاد الحيتيات، اذا كنطالبوا جميع اللجان ديال الدوله يكونوا حاضر المجتمع المدني. انت تشتغل في انت اصلا من ذوي الاحتياجات الخاصه وتشتغل في هذا القطاع تاع ذوي الاحتياجات الخاصه، واش تلمس ان كاين شي تغيير على مستوى العقليات، لا على المستوى الحكومي، لا على مستوى الاحزاب السياسيه، على مستوى النقابات، واش كاين ايمان بقدره هذا الانسان اللي تيعاني بهذه الاعاقه يعني حتى هو يكون فاعل في المجتمع؟ شوف نقول لك واحد الحاجه، منذ 1998 وانا اناضل من اجل هذه القضيه، وساظل اناضل من اجل هذه القضيه، وعندي الايمان القوي بان المشكل ديالنا ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه غنحلوه غير حنا، ما يحلوا لنا حتى واحد.
يعني الناس ديال الاعاقه وما يحلوا المشكل، الناس ديال الاعاقه وما اللي غادي يقدروا يحلوا المشكل. ما غادي تقدر تحلوا لا وزاره لا مؤسسه لا والو. انا كنطالب تكون مندوبيه ساميه للاشخاص في وضعيه اعاقه، تكون هيئه وطنيه للاشخاص في وضعيه اعاقه، ويكون فيها مركز ديال البحث وديال المواكبه وديال التعطي، تعطي يعني دي ديريكتيف، دي ديريكتيف كيفاش نقدروا نتعاملوا مع الاشخاص في وضع اعاقه. والا راه كل مسؤول داكشي اللي يقدر يفهم راه غيديروا. مثلا كاين مسؤول غادي يفهم الولوجيات راه غيديرها، وربما كيفاش غيديرها، فين غيديرها، ما عارفش، راه كيقولها سمع سمع عليها. وزير غيجي ولا وزيره حتى هو سمع الاشخاص في وضع اعاقه، جا قال ليه بيرو ديتود غدير. عندنا هذه الاشكاليه، وانا ساضل اناضل من اجل ادماج الاشخاص في وضعيه اعاقه كيفما كان الحال. سي حسن شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه الفاسبرس، الى الحد نقول لكم الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.